هاي الفنكيش كديري لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وانتم كتفرجوا فيا دابا. المهم بزاف ديال البنات، شوفوا انا بعد هاد الطفره اللي دايره دابا، شوفوا كيفاش تيبانوا، شوفوا شحال خطيرين. اللي كيشوفهم كيسحب ليهم جال، هذا راه ماشي جال، هادو دي فوزونغل. انا كان دوموندي عليهم اولا صراحه كيوصلوني باش كندير لهم اشهار، غير هو فريمون يستاهلوا المشاركه، يستاهلوا. حيت دابا مثلا هادو شوفوا شحال خطيرين، هادو نقدر نحيدهم فوق ما بغيت، ونقدر نلصقهم فوق ما بغيت، ونقدر نستعملهم اكثر من 14 مره، ولا بغيتو تخليهم في يديكم حتى 20 يوم ما كيتحيدوش، ما كيطروش. خاصكم غير تعرفوا التكنيك الصحيحه كيفاش تلصقوهم وكيفاش ديرهم في يديكم. المهم هذا مثال بغيت نوريه لكم، شوفوا كيفاش تيبانو، شوفوا لي كولور. بعد هاد الديزاين هذا الا مشيت للصالون ما كاين حتى شي حاجه تقدر ديروا ليا، والثمن ديالهم جد مناسب. يعني بحال هكا كتاخذوا هاد لي فوزونغل هادو بديك 25 24 دولار، وكتقدروا تستعملوهم اكثر من 14 مره، راني قلتها لكم. ماشي بحال الجال كديروه مثلا ب 300 درهم 400 درهم عنده واحد البيريود ويبدا يهبط لكم ويبدا يخسر لكم تفركم. انا كندير الجال ولكن مابقيتش كنديرو بزاف، كنديرو مره عليها. البنات اللي باغيين تفار تبقاوش خصك تشوف الصالون، دوموندو عليهم، دوموندو على شي باكيه مثلا يكونوا فيها دي كولور اللي تقدروا تلبسوهم ديما وما يبانش فيهم الفرق، على انه تبقاو تشوفوا الصالون وديروا الجابه وتفرجوا باش تشوفوا الستيلات اللي دابا عندي غادي نحمقوكم. وصلوني فيها 6 ديال الستيلات، اوكي. المهم ها هما كاملين، المهم ها هما ما غاديش يبانوا لكم تقرب الكاميرا حتى دير هذاك لافي ديال الفلو من ورايا، على ما غاديش يبانوا واضحين خصني نتقرب الكاميرا. بالنسبه لهاد الفران ديال لا مارك مارماليد، وانا غنخليكم اللين ديالهم في حاله ما عجبوكم حيت الثمن ديالهم جد المهم نبدا لكم بالستيل الاول اللي سميتو روز كوارتز. انا غنخلي لكم لا فوتو ديالو كيفاش كيجي في الفران، شوفوا شحال خطير، عرفتوا راهم واعرين ديال بصح، ولا كاليتي راه ما يمكنش شحال خطيره. وهادو بالضبط راه ديجا فايت مستعملاهم وعاود دومونديت عليهم حيتاش كيبانوا بحال ضفارك، ابار جيل كيبانوا ضفارك. المهم صحاب لكم زعما راه كيوصلوا غير الضفران بوحديتهم، لا كيوصل لكم كاع داكشي اللي تقدروا تحتاجوه معاهم. وهاد الويب سايت فيه بزاف ديال الستيلات اللي تقدروا تستعملوا. فاش كتحلوهم كتلقاو هنا الضفيرات ديالكم، هادو غير كيوريكم هنا غير الديزاين ديالهم كيفاش داير. عاد باش كتلقاو هنايا الكماله ديالهم كاين تقريبا 24 ضفر، كتلقاو هنا الكولا، وكتلقاو هنايا هاد اللعيبه هادي اللي كيدفعوا بها هاد كيوتيكولز، وهنا كتلقاو المبرد. بلاتي نحلهم باش نوريهم لكم بوضوح. هذا هو المبرد، فيه دو فاس، فيه هاد الفاس هذا الزريرق، وفي هاد الفاس هذا الغوز، وهذا هو داك العود اللي كيدفعوا به الكيوتيكولز. فيه هاد اللعيبه هادي اللي بحال العود ديال السنان، وعاد باش فيه هاد الجهه هادي. المهم ديك الساعات نتوما كتستعملوا الجهه اللي بغيتو. وعاد باش لاكول ديالهم، شوفوا هاد الكولا ما كتساليش دغيا، يعني مده الاستعمال ديالها كتبقى. ندوزو دابا لهاد الستايل هذا اللي حمقني، هاد الفران هادو سميتهم بلاك اوت، شوفوا كيفاش تيبانوا مات، وهذاك الفرانش اللي فيهم بحال غلوسي او فريمون واعر. حتى هما من الداخل نفس الحاجه كتلقاو، غير هو الباكيجين كتلقاوه مبدل ما بين كل ستيل، حيت كل باكيجين كيديروا على حساب ستيل ديال الضفران. على غيبان لكم الباكيجين ديال هادوك حل، يعني حتى الباكيجين ديالهم كيعطيو حقو. عاطينكم الباكيجين هنا مات ومن هنا غلوسي باش كتلاحظوا الفرق. فهمتوا شنو بغيت نقول لكم؟ يعني كيعطيوكم حتى الديزاين كيفاش داير في الباكيجين، خطيرين ديال بصح. شوفوا كي تيبانوا هادو، فريمون متحمسه باش نجربهم في يدي. وهذا راه مثال لصقتهم باش تشوفوهم كيفاش تيبانوا، باش حتى اللي قلت لكم راه كيبانوا طبيعيين. ها نتوما شوفوا كيفاش تيبانوا، تيبانوا جيل جيل. هذا هو الستايل الثالث سميتو روز جولد، شوفوا شحال خطير، هذا ذهبي غوز، وعاد باش فيهم هذا عاطينكم ستيل واحد فيه الحجيرات محجر، فريمون واعر الديزاين حتى هو، خطير ديال بصح. شفتو حمقني، وشوفوا الباكيجين ديالو حتى هو. المهم راه توسخ ليا من هنا، شوفوا الباكيجين كيفاش دايرت. انا عاطينكم من هنا جولدي ومن هنا وايت، خطير. ندوزو دابا لهاد الستايل اللي سميتو تايجر كوين، شوفوا كيفاش كيتلامع، شوفوا كيفاش كيتلامع، راه مع اللايتين ما كيبانش مزيان، مي انتما بغيتكم غير تلاحظوا باش تشوفوا كيفاش كيتلامع. عرفتوا راه فيه واحد لافي خطير ديال بصح، وشوفوا حتى الستيل ديالو من هنايا، شفتوا نفس الستيل كيفاش كيتلامع هنا، مورينو لكم هنا في الباكيجين. فريمون واعرين هادو لواحد الدرجه راه ما يمكنش، فيهم دو كولور، فيهم الخضر وفيهم الموف، وكيبان لكم حتى شويه ديال الكحل فيهم، هادو واعرين واعر. هاد الستيل هذا سميتو بيبي دول، شوفوا شحال كيوت، عرفتهم من برا مصبغين بالغوز بيبي، ومن الداخل فيهم الاحمر، وهما لي كولور ديالهم اللي تورينو لكم في الباكيجين. فريمون هادو كيوت ديال بصح، هادي تاني مره دومونديت عليهم حيت حمقوني بزاف بزاف بزاف. وهذا هو الستايل الاخير سميتو باتي، شوفوا شحال فنيون، شوفوا الفرانش، مهم من هنايا كيبان بحال داك الغوز بيبي اللي خفيف، والفرانش مصبغينو بالغوز ودايرين فيه نقيطات بالبيض. هاد ستيل
واو غنخلي لكم فيديو نوريكم كيفاش جاوني حيت اجتهدوا راه فيها تم ديموندي عليهم وهذه هي ثاني مره غنجربهم قوه ما حمقوني. شوفوا الباكيجين تاعو شحال زوين واعرين ديال بصح. وصلني معهم حتى الكيوتيكول اويل هذاك الزيت اللي كنديرو فوق من الضفران ديالنا هنايا باش كيبانو جلوي وكيبانو زوينين. عندي هاد الستيل هذا اللي داير بحال القلم وشحال كيوت كيتحل بحال هكا كنبقاو ندورو فيه بحال هكا كنديروه في الضفرنا. شوفوا كيفاش كيتزيت الضفر باش كتبان يدينا نقيقيه وكتبان زويونه. وهذا هو الستايل الثاني كيجي في هاد القريعه هذا هاد الزيت وفريمون فيها واحد الريحه عرفتوا راه ريحته واعره كنوريك عليها بحال هكا كيخرج كنديروه في ضفري كندهن. شوفوا شوفوا دابا ضفري كيتبان شوفوا الفرق ما بين هذا. المهم اللي غنقول لكم البنات اي وحده باغاش تخسر فلوسها في الجل تاخذ هذا مثلا تاخذوا بحال هذا الستيل هذا ولا تاخذوا بحال هذا الغوز بيبي يعني شي ستيل يكون سامبل وتبقاو ديروا فوق ما بغيتو تحيدوا فوق ما بغيتو ما كيبانوش. المهم هادشي اللي كاين نتمنى يكون عجبكم لا فيديو وبغيت نشارك معكم هاد الضفران هادو واخا لا بوب ديالهم كنت غنديرها اليوم في تيك توك ماشي في اليوتيوب معكم بغيت نشاركهم معكم حيت فريمون انا متاكده باللي غادي تحتاجوا تعرفوا هادشي. واصلا كتسولوني بزاف تيك توك ضفرانك منين كتاخذيهم ضفرانك منين كتاخذيهم ماشي في اليوتيوب صراحه ما بغيت نشاركهم معكم في اليوتيوب. وهاد لا فيديو بارطاجيوه مع البنات بارطاجيوه اقصى عدد ديال صحاباتكم البنات اللي كتعرفوا باغيين يديروا الجيل الى اخره وضايخين وخايفين وعرفتوا انا رفيت واقع عليا بلان مع الجيل يعني راه ماشي اي وحده كتسرعوا فهمتوا يعني هادو بعدا فاش كتلصقوهم راه كيبانوا واعرين في يديكم وحتى لي ديزاين اللي فيهم راه ماشي اي وحده غديروا لكم ما غتلقاهمش في الصالونات بعدا عندنا في المغرب راه ما غتلقاهمش على الله ما تاخذوهم بحال هكا وتحيدهم فوق ما بغيتو تركبوهم فوق ما بغيتو وفيهم كاع داكشي اللي تقدروا تحتاجوا. وهادشي اللي كاين نتمنى يكون عجبكم لا فيديو ما تنساوش تكثروا من لايك تفعلوا الجرس باش كل مره يوصلكم جديد. موح عليكم كنبغيكم بزاف باي.